صباح الخير وصباح الصحة والسلامة لكل أوفياء الإدعاء القريبة منكم ميد غاديو فين ما كنتم. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. اليوم هي أول حلقة خلال الأسبوع الأخير قبل العطلة الصيفية، فأكيد احنا كنتمنوا إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، والناس اللي هم في عطلة كنتمنوا لهم إن شاء الله عطلة سعيدة رفقة العائلات والأسر ديالهم. اليوم إن شاء الله غدا تجمعنا حلقة مفتوحة مع الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. وفقط للإشارة لكل المستمعين الكرام، بما أنه هذا هو الأسبوع الأخير كيف ما قلنا قبل العطلة الصيفية، فاليوم غتكون حلقة مفتوحة، وأيضا اليوم الجمعة المقبل غتكون حلقة مفتوحة دائما رفقة الأستاذ محمد الحليمي باش نجاوبوا على كل تساؤلاتكم، لأنه وصلنا لنهاية ديال الموسم وإن شاء الله الموعد معكم غادي يجمعنا في موسم جديد من بعد العطلة الصيفية. صباح الخير أستاذ الحليمي، أهلا وسهلا بك معنا. تحية لك أستاذ عفاف، وتحية لفريق العمل، وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أكيد كما قلت أستاذ عفاف، دوزنا واحد الموسم شيق، واحد الموسم رائع، واحد الموسم مع المستمعين ومع المستمعات ومعكم أستاذ عفاف إن شاء الله بإذن الله. حاولنا نبرمجوا اليوم إن شاء الله والجمعة المقبلة لحيان الله حلقات مفتوحة. ربما المستمعين والمستمعات ديالنا قالوا شي أسئلة عالقة، ربما بقى شي مشكل ما قدرش يطرحوا السؤال، غادي نديروا تقريبا واحد 120 دقيقة إن شاء الله بإذن الله من أجل الإجابة على الأسئلة اللي بقات ربما عالقة عند المستمعين والمستمعات إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، وصراحة الكثير من المستمعين الكرام وسد حليمي كيفرحوا بزاف بالحلقات المفتوحة، لأنه كتبقى فرصة أمامهم باش يطرحوا كل تساؤلاتهم طبيعة الحال اللي عندها علاقة ضمن التخصص ديالك دائما التغذية الصحية والحمية العلاجية. إذا سمحتي أستاذ الحليمي قبل ما غادي نستقبل مكالمات ديال المستمعي الكرام، ودائما من خلال الأرقام اللي مفتوحة وراه الإشارة 0522 46 72 50 51 أو 52، ولا 0522 88 00 60 61 أو 62. مرحبا باتصالاتكم، مرحبا بتساؤلاتكم، ومرحبا بتواصلكم معنا. غادي نمشيو لأول سؤال كنا توصلنا به من عند مروان. مروان كيقول أستاذ الحليمي على أنه 26 سنة، هو دابا مصاب بداء السكري، وأيضا عنده مشكل على مستوى الدهون الثلاثية، قال دائما مرتفعة رغم أنه حاول يسمع الحلقات، حاول أنه يحسن النظام الغذائي دياله، ولكن قال دائما عنده مشكل الدهون الثلاثية، ما بغتش يعني تنقص على ذاك المستوى وذاك المعدل اللي هي فيه بحيث أنها دائما طالعة. قال هو كيحس في نفسه بزاف لأنه 26 سنة، وقال يعني تحت له فرصة ديال بزاف ديال الأنواع ديال الوظائف، ولكن ما قدرش لأنه الظروف الصحية قال ما مساعداش. شحال من مرة قال في الخدمة كان يلاه بدا وكان كيطيح غيبوبة نتيجة داء السكري، فبطبيعة الحال الوظيفة اللي كان فيها كانوا مازال يعني العقد كان مازال معهم، يعني ما كانش واحد التزام نهائي، بطبيعة الحال ما قدرش أنه يكمل معهم، وقال هو خايف على أنه يبقى على هذه الحالة دائما، وبالتالي غادي يتحرم من الوظيفة اللي هو كيحلم بها ولا كيطمح ليها. فبغى النصيحة ديالك أستاذ الحليمي. مروان 26 سنة وهو أكيد متابع وكيسمع الحلقة ديالنا اليوم. نعم، قبل ما نجاوب على السؤال ديال الأخ مروان، أولا كنا هضرنا في الحلقة الماضية على الزميطة. نعم، بغيت نقول إن شاء الله بإذن الله اليوم باللي المشروع ديال الزميطة، وباش نشوفوا المغاربة شحال أذكياء والثقافة المغربية. فاللي بغيت نقول للمستمعين والمستمعات اللي هي الشرف أنني نكون المؤثر ديال هذا المشروع هدايا العديد من الطلبة والطالبات، والمشروع حدا المرتبة الأولى من أصل 10 ديال المشاريع، وهذا فخر لنا إحنا المغاربة. والجميل أن هذا سعود المشاريع كلها مشاريع رائعة، كان بغي نشكر من هذا المنبر جميع النساء ورجال الأعمال اللي حضروا واللي صوتوا، لأنهم اللي صوتوا على المنتوج وعطوا المنتوج الرتبة الأولى، فهذا شرف لنا وشرف للمنتوج المغربي وشرف للطلبة المغاربة والطالبات المغاربة، وشرف للجامعات اللي ولات كتعطي هذه الفرصة لأن هذا المشاريع هذه يتم إخراجها للوجود. فالنقطة الثانية اللي بغيت نشير لها هو أن إن شاء الله بإذن الله كاين مهرجان، من لأن الناس كيسولونا على التحركات، ألوغ في مدينة شفشاون إن شاء الله 21 و22 و23 غشت كاين مهرجان ثقافي كبير بزاف اللي معروف مدينة شفشاون، مهرجان أليغريا معروف. ألوغ هذا المهرجان هذا غيكون 21 22 23 في مدينة شفشاون، غادي نكون فيه شخصيا أنايا، غنكون
من ضمن المشاركين في هذا المهرجان. الحمد لله كذلك مشكورين الاخوان اللي كيهتموا بالمهرجانات لان حاولوا يوسعوا المجال ديال الاشتغال ديال المهرجانات. وصراحه دور كبير لكم ايضا استاذ الحليمي، بغينا نشوفوا على الاقل انشطه يعني فعلى هامش مهرجانات اللي كتكون فنيه وسهرات كبيره. احنا ماشي ضدها نهائيا، وبالعكس الكثير من الناس كيفرحوا بها كتظاهرات، خصوصا لما كتكون تقريبا عالميه وكتستقبل الناس اللي من على برا. ولكن على الاقل على هامش كل مهرجان تكون انشطه بحال هكا، ورشات ديال التغذيه، شي حاجه اللي كتهم التوعيه الصحيه ديال المواطن، وربما لانه يعني نستغلوا داك الحضور المكثف ديال الناس اللي كيكونوا حاضرين. استاذ الحليمي ربما هذيك احسن فرصه. والحمد لله ان هاد الناس فطنوا، لان كنعرفوا الناس مدينه شفشاون الطبيعه خرجت منهم ناس اذكياء، والحمد لله فطنوا لهاد المساله هادية. وجاتني الدعوه انا يلا الاسبوع الماضي، جاتني الدعوه من اصدقاء اللي كما كنقول كنحييهم هذا المنبر. ان شاء الله غادي نكون في مدينه شفشاون في مهرجان اليغريا، غيكون بين 21 و23 في اوت ان شاء الله في شهر غشت ان شاء الله باذن الله، باش نحاولوا غادي نهضروا على نمط العيش بصفه عامه، لان احنا حاولنا نوسعوا ان شاء الله باذن الله، حاولنا نوسعوا التخصص اكثر من التغذيه، وصلنا اننا نوصلوا نهضروا على الجانب ديال نمط العيش كامل، لان في نمط العيش كيلقى الانسان الراحه ديالو وكيلقى الصحه ديالو. النقطه اخرى اللي بغيت نشير لها كذلك هو بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا في الدوره ديال دوره فن الحياه. الوغ دوره فن الحياه كاينه نهار 6 في غشت، يعني نهار 6 غشت غتجيب الحد، غتكون في مدينه الرباط. وهذه الدوره ارتئينا اننا نديروها، علاش؟ لان طالبونا، لان الناس كانوا بين قوسين كيعاتبونا علاش ما كنمشيوش للمحاضرات في مدينه الرباط. حنا كنمشيو تحت الطلب، حنا ماشي كنقولوا الناس حنا نجيو نديروا، حنا كنمشيو تحت طلب اطار قانوني جمعيه او مؤسسه. الحمد لله دابا مدينه القنيطره ومدينه الرباط ومدينه ساله والساله الجديده والدار البيضاء وتماره، هذو المدن اللي غتكون لهم فرصه اننا نديروا لقاءات في هذه الدوره هذه، دوره فن الحياه. الناس يعرفوا دوره فن الحياه كيكون نقاشات، كيكون كنتعرفوا ما بيناتنا، كاينين وجبات في عين المكان اللي كيكون كيسهر عليهم فريق، يعني بواحد الصرامه في الوجبات باش يكون حتى هي نزرعوا الثقافه ديال التغذيه. كاينين انشطه للاطفال، وان شاء الله قلت انا الناس اللي كيسولوا الناس راه المساله بسيطه، كتدخلوا لجوجل واخا ما استسمح لها هذه، الوغ وكتكتبوا موقع محمد احليمي وغتلقاو النيميرو التليفون ديال المنسق ديال الدوره، اولا دخلوا لاشين يوتيوب محمد اسباس احليمي، ماشي لحليمي ماشي اللام اش مباشره، الوغ بالفرنسيه محمد احليمي في يوتيوب، غيخرج لكم واحد سبوت بيبليسيتير فيها النيميرو التليفون ديال المنسق ديال الدوره. الدورات هذه الهدف منها هو اننا نتجمعوا، يعني بيناتنا الهدف منها هو اننا يكون ركن التعارف، الهدف ديالتنا هو اننا كنديروا شهادات، كنعطيو اشياء، كنحاولوا ناخذوا الطاقه الايجابيه على طول واحد تقريبا 12 ساعه خلال اليوم، فيها العديد من الانشطه، فيها ورشات، ورشه الناس كيسولوا كيفاش، واحد الصديق مشكور يلا سولني البارح في احدى الرسائل كيفاش نصوب الخميره البلديه، قلنا وكيفاش نصوبوا الخميره البلديه. هنايا غتكون فرصه ان شاء الله نعطيو الناس يشوفوا كيفاش نصوبوا الخميره البلديه ونعطيهم يديوها معاهم، فقط هذه الانشطه، لان مادام غادي ان شاء الله غادي نكونوا في اجازه، حاولنا نعطيو الانشطه من هنا شهر اوت ان شاء الله باذن الله، باش هكا الناس اذا بغاو يلتحقوا بنا فمرحبا ما كاينش مشكل، واي واحد مرحب به. قلت انا بالنسبه للسؤال ديال الاخ مروان، اولا هضر الاخ مروان كيهضر على الخوف من فقدان الوظيفه، انا اللي غنقول له وانك لما تزاديتي راه بعض الحوايج مكتوبين لك ما كاينش اللي حيدهم لك، السعاده والشقاء والرزق والعمر. فالخوف هو اول عدو للصحه ديال الانسان، والخوف هو سلاح الشيطان. الخوف هو اللي خلى البشرية وخلى العلوم، وأستسمح أن تقول هذا المرض مزمن، فالمرض المزمن لا يوجد، وكلمة مزمن لا توجد، وباب الأمل دائما مفتوح، والنافذة الأمل دائما مفتوحة، والأخ مروان ممكن أنه يسترجع الصحة دياله بالتمام والكمال 100%. هذه ماشي كنقولها استعطافا، ولكن كنقولها بناء على قواعد فيزيولوجية ديال الجسم البشري. فالجسم البشري ماشي آلة، ماشي سيارة، ماشي طائرة، ماشي موتور. فالجسم ديالنا هو جسم مكرم، وجسم شوف كتجرح يدك كتسنى واحد شوية كتبرى لوطو غيريزون. فالجسم عنده هذا، غير شنو اللي كنديرو حنايا؟ أنت مرتي مثلا ما يسمى بالمرض، لأن المرض الناس ما فاهمينهش، المرض هي حالة خرج بها الجسم من أجل أنه ما يمشيش لواحد الحالات أخطر. فالإنسان وصل لواحد المرض، من المفروض انك شنو دير؟
انك توقف وتراجع راسك. شنو الحاجه اللي وصلتني لهذا المرض؟ شد قلم ورقه ونقيد. شنو الحاجات اللي وصلتني لهذا المرض؟ ما كنتش كندير النشاط البدني، ما كنتش كناكل مزيان، ما كنتش كنصلي في الوقت، ما كنتش ملتزم للجانب الديني، كنت كنتعصب بزاف. شنو خاصني ندير؟ ندير لحظه تامل وندير ذاك التاريخ ديال الولاده ونبدا نغد ليه. يطلع النهار نحضر للشروق، نحضروا للشروق واحد الشيء رائع جدا. علاش؟ لان غير تشوف الشمس كتشرق اونتي ديبريسور، كنقول الناس جربوها، غير تشوف الشمس كتشرق نبدا نهار جديد وندير العكس ديال داك الشيء اللي كنت كنديرو. فلا يعقل انك كنتي غادي بواحد النمط ومرتب السرطان وبقيتي غادي بنفس النمط وعول على الشيميو او عول على الغاديوثيرابي. مزيان انسان كل واحد وباش اقتنع، ولكن واش بدلتي النمط ديالك؟ وكنقولها دائما، العلاج واسباب العلاج تاتي من المختص، واسباب العلاج كياتي من الانسان، اما الشفاء فياتي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء لا امنا به. انت كتخسر لك السياره وباقا جديده، كديها لا ميزون عندك الكارونتي، رديتيها للمصنع ديالها، فجسمك واش رديتي شي نهار للخالق ديالو؟ هاد الصحه اللي عندك ومشات لك، واش عرفتي باللي ما كانتش عندك وربي اللي عطاها لك وربي اللي ممكن يحيدها لك؟ ودعوني استجيب لكم، ممكن يردها لك الله سبحانه وتعالى. كان عندك داخ الدموي، كان عندك مرض السكري، كان عندك سرطان، كل الامراض تشفى باذن الله. فهذا المعتقد هذا غير لفت، لان البلاسيبو الجانب النفسي والنوسيبو الجانب النفسي فهو مهم جدا. فإذا كنت رديتي الجسم الاول حاجه للخالق ديالو الله سبحانه وتعالى، فتاكد انك في الطريق الصحيح نحو الصحه. فهذه المساله يجب اننا نامنوا بها. العلاج، نوصلوا للعلاج، اسباب العلاج، فهذا الشيء كيبقى اشياء نقطه في محيط من ذاك النعمه اللي انت كتقلب عليها. فالصحه هي اشتغال، والله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا. بقى جالس في الدار تقول هذيك الصحه. كنت ما كديرش الحركه، جاك المرض واللي دير الحركه. يعني من بعد المرض خاصك دير العكس تماما ديال داكشي اللي درتي. راجع نمط العيش ديالك، راجع التغذيه ديالك، راجع العلاقات الاجتماعيه ديالك، راجع الحياه اليوميه ديالك، راجع النوم ديالك. فتحاول تراجع هادشي هذا، اكيد الجسم ديالك غيصدمك. وكاين حالات اللي في العالم ما كرهناش حنا الاعلام ديالنا يبين لنا هاد الحالات، هاد القصص ديال العلاج، القصص ديال الشفاء اللي وصلوا لها الناس. هذا هو الاعلام المستقبلي، الاعلام ديال 2017 و18 و19 هو الاعلام ديال الحالات اللي مبينوا الناس كيفاش وصلوا للشفاء، كيف هاد لي كونسيبت هادوما هما لي كونسيبت اللي بغاو الناس، وهذا الشيء اللي بغينا حنا نوصلوا. الوغ حنا بالنسبه لنا لي كونسيبت جداد دابا اللي خاصهم يكونوا، هو نجيب واحد الشخص عاش واحد القصه ديال واحد المرض وصل لواحد الشفاء باذن الله بالعمل ديالو، بالاشتغال ديالو، بتحسين نمط العيش ديالو. فاللي غادي نقول الاخ مروان، هذه المساله ديال الخوف من فقدان الوظيفه ولا هذه الاشياء ما تخليهاش امام، لان الانسان لما كيحط حدا عينه الفلوس واستسمح لهذه المساله فممكن يدير بزاف الامور وكيركبوا الخوف. ما ديرش حدا عينك الجانب المادي، الجانب المادي اسهل الاشياء. راه كاين الانسان دابا عنده اموال طائله ولكن الصحه ما كايناش، هذا بالنسبه لنا فقير. كاين الانسان ما عنده والو، عنده الصحه ديالو، فهذا غني. والمفهوم ديال الغنى يختلف الان وهذا القرن هذايا. مفهوم الغنى هو غنى الصحه وغنى الجسد وغنى اذا اللي غادي نقول الاخ مروان يحاول يرجع للحلقات اللي هضرنا على السكري، يحاول يقاد نمط العيش ديالو، التغذيه ديالو، جانب التعامل ديالو. اما الوظيفه والعمل فالله سبحانه وتعالى رزقك، غير هو ما يتنوض في الصباح، خرج قلب على الرزق ديالك. واكيد لان ملي كنشحنوا الشباب 26 سنه راه باقي شاب، احنا الشباب مستعدين، يعني خاصنا اننا نشحنوهم، والشباب خاصهم يتشحنوا. ملي كنشحنوهم بطاقة ايجابيه فهذا الشباب هذا ممكن يخرج منه العجب العجاب. والاخ مروان الحمد لله باقي 26 سنه ممكن انه يوصل لاي حلم، واول حلم خصو يكون عنده هو الشفاء باذن الله. فرجع الله سبحانه وتعالى واكيد انه غيوصل للمبتغى ديالو. نعم، غادي نشوف توصلنا مع المستمعين الكرام من خلال الارقام 05 22 46 52 51 او 52، ولا 05 22 88 00 60 61 او 62. غادي نمشيو نستقبلوا الزهره معنا من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك الزهره. مرحبا، اهلا وسهلا بك. لاباس كدايره؟ الحمد لله. بغيت نتفاصل، بغيت نهضر شويه مع الدكتور حلمي. مرحبا بك استاذ الحليمي، معك تفضلي الزهره. ايه بغيت نوجه لي واحد السؤال. ايه تفضلي. مرحبا تفضلي الزهره.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دكتور لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كنتمنى نسمع صوتك واليوم تحقق لي الحلم ديالي. الحمد لله الله يكبر فيك. أنا كنت كنصوب الزميطة من درت شي 20 عام هذه. الحضور ديالي قوي فيها بزاف. خليت كنعلمها الناس كنعطيها الناس ياكلوها بالنسبة داك الشيء اللي قلتي كل شيء كنعطوها الناس تبارك الله كدير لها الحليب كنعطوها للحجاج وملي كيجيو كيقول لك الله يرحم لك الوالدين على داك الطعام اللي كتعطينا. اسمح لي عرفتك نسول فيها تقريبا كنولي نصوبطون في العام. نعم نعم واخا بلاتي لاله الزهره استاذ الحليمي بغى يسولك واخا. نعم نعم قلتي لي شنو كديري فيها الحليب؟ لا كدير الحليب اللي كترضع المرضعة. جيد مرحبا. ورضعنا بها تبارك الله كبرنا بها أجيال وأجيال هذه مدة 20 عام وأنا كنخدم فيها. لا إله إلا الله. والحمد لله. والحضور ديالي إن شاء الله بغيت يكون معاكم وبغيتك تكمل معنا هاد الشيء اللي كتقول. نعم. كل شيء أنا ما غنقولش لك كل شيء في الراديو. الحضور ديالي قوي ديما موجوده عندي كل على دور العام ديما كنصوبها كياخذوها الناس من عندي فهاد رمضان تبارك الله كانت هي غالبه على منتوجات اخرين. نعم دابا انت شنو الغرض ديالك لاله الزهره؟ واش انت الزميته بغيتي تعلميها للناس بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش ليها؟ اييه بغيت نعلمها للناس. الله يجازيك بخير يعني هذا عمل تطوعي منك انت بغيتي تعلميها للناس. بغيت نعلمها للناس. اييه واخا واخا لاله الزهره خلينا الهاتف ديالك ان شاء الله باذن الله واخا. اي هي قلتي الزميته والخميره البلديه حتى هي ديال الحمراء ديال الشعير ديال الايلان. اييه ديال اي نوع. تبارك الله عليك لاله الزهره تبارك الله عليك. واخا انا دونت الرقم الهاتفي ديالك لاله الزهره وان شاء الله نعطيه الاستاذ الحليمي وهكذا باش يتواصل معاك. بغيت ان شاء الله يكون الحضور ديالهم في هذه الندوه اللي غادي يدير في الرباط ولا لا في الشبشاون. سمعت اللي غيكون المهرجان بغيت يكون الحضور ديالي لان كنصوبها في الطقوس ديالها البلديه. كنقليها بالفراح بالعواد تبارك الله عليك البلديه. بقيت شاده فيها الناس كتقول لي ديري هذه وديري هذه كنقول لهم لا غنبقى داك الشيء اللي كيديروا الجدود ديالنا والصورات ديالنا. تبارك الله عليك تبارك الله عليك لاله الزهره وشكرا لك. مرحبا. بالنسبه لواحد السؤال ديما كيقولوا لي كنبغي ندير التعاون كيقول لي ولي دخليها في هذا ديال الحلويات. كنقول لهم لا غندخلها في المنتوج ديال التراث ما نخدمش. تبارك الله عليك. ديال الحلويات هي زادت غير هاد السنين الاواخر اللي ولات واحد الظاهره كبيره. كنقول لهم ديما انا مصادعه مع الوزاره الفلاحه ولا كل شيء كنقول لهم لا خلوها لينا من التراث. كيقول لك لا انا بغيت تصوبي الورق صوبي على قبل تدخليها في الحلويات من منتوجات الحلويات. كنقول لهم لا ديما عندي هذا الشيء في منتوجات التراث. اي تبارك الله عليك. نعم وانا في هالصعقه كنقول لهم لا اما تخليوها بهذاك ديالها بالمنتوج ديالها اللي كنديروا فيها وكل شيء بلدي ديال البلاد اما ما نخليها بحال هكا. تبارك الله عليك لاله الزهره وشكرا لك الشكر وحنا فرحانين بزاف اللي تواصلتي معنا اليوم لاله الزهره من مدينه الدار البيضاء. واحد مني الرقم الهاتفي ديالك هو دونتو ان شاء الله نعطيه للاستاذ الحليمي علاشنا ربما وهذا النداء استاذ الحليمي حتى النساء ديال التعاونيات تبارك الله لانه راه حنا كنكتشفوهم فقط في بعض اللقاءات اللي كتكون من العام للعام اللي كتكون سنويه عاد كيكون لقاء معاهم وعاد كنتعرفوا على هاد السيدات وعاد كنكتشفوهم وكنكتشفوا تبارك الله الحداقه ديالهم وحتى التمسك ديالهم والارتباط ديالهم. شوف لاله الزهره قالت رفضات على انها تدخل الزميته من ضمن الحلويات وهذا الشيء جديد. قالت كتقول لهم لا الزميته راهي داخله في التراث ما عندها علاقه بهذا الشيء فتبارك الله عليها. وربما علاش انه استاذ الحليمي تكون لقاءات او لا فممكن على انه هاد النساء يكونوا حاضرين حتى هما ويفيدوا الناس كلهم اللي غيكونوا ضمن هاد اللقاءات. نعم هو هاد الشيء اللي بغيت نقول انا هو سبحان الله المغرب انا كنقول المغاربه الله يعطيكم الخير ديروا يد في يد. راه الثقافه الغذائيه المغربيه راه فيها العجب العجب. انا كنقول لكم هذا الشيء اهل مكه ادرى بشعابها. انا شخصيا ادهل يعني واحد لا اله الا الله محمد رسول الله. انا كنت هذه الايامات في نهايه الاسبوع كنت في مدينه وزان في نواحي مدينه وزان. سبحان الله مدينه وزان معروفه بزاف الامور من هذا الناس كيقولوا الباكور كرموز غير فقط كتصحيح. الباكور هي اللي كتكون الاولى في الاول ديال الصيف. الكرموس هي اللي كتجي دابا معطله غير كمصطلح. شوف سبحان الله الناس دابا كيقول لك حنا كناخذوا الهنديه كتسبب لنا قرض. الهنديه جات مع الكرموس الا كليتيهم بجوج مستحيل يكون عندك قرض. وتا في الزمن ديالهم جاوا بحال بحال. انا مشيت هذا نهايه الاسبوع مشيت نواحي مدينه وزان سبحان الله الانواع ديال الكرموس
الناس راه كيعرفوا النواحي ديال هاد المناطق هادو، كيعرفوا الغدام، كيعرفوا الطوبلي، كيعرفوا جميع الانواع ديال الكرموس. وشخصيا انا لان اشجار عندي ديالي انا شخصيا تما، يعني فانا انا ابن الباديه وسبحان الله زعما ومع العنب كتلقى الشجره كتحيد منها عنقود ديال العنب وتحيد منها الكرموس، يعني واحد العلاقه بينك وبين الطبيعه لا تتصور. كنقول المغاربه راه عندكم واحد النعمه اللي هي كبيره بزاف. كاينه دابا الكرموس، كاينه الكرموس الهندي اللي هي الزعبول الهنديه، كاينه هاد الاغذيه هاديه استغلوها، كاينه القرعه السلاويه جايه القرعه الحمراء، كاينه البطاطا الحلوه، سبحان الله واحد التنوع رائع جدا. فبالنسبه للحاله ديال الاخت اللي هضرات معنا، هي حاله من عديد من الحالات المغربيه، وهذه المنطقه ديال نواحي مدينه وزان كذلك كاينه فيها المواد المجاليه، وكاين الناس اللي كيديروا واحد المجهود كبير من اجل ايصال هذه المواد المجاليه اللي هي هذه البرودوي هذوما. الوغ حنا بالنسبه لنا لا يسعنا الا اننا نشجعوهم ان شاء الله باذن الله. وانا قلت ان شاء الله كاينه مفاجاه ان شاء الله في الموسم الجاي، غادي نكملوا الاجراءات غادي نعلنوا عليها فيما يخص هذه الثقافه المغربيه وكيفاش المحافظه عليها، كيفاش تتمين هذه المنتوجات هذه ان شاء الله باذن الله. اللي غادي نقول انا للاخت استمري في المجهودات، ما نهبطوش عفاكم اليد ديالنا، كاينين عراقيل، كاين بزاف ديال الامور، ولكن نبقاو ديما هازين ويبقى ديما التحدي. لان وشنو هو التحدي؟ التحدي هو انك لغد ليه اليوم درتي شي حاجه ميتريزي فيها مزيان وضبطتيها مزيان، ما غاديش تبقى تعاود كل حاجه لغد ليه، سينو غادي تدخل في واحد الدوامه ديال التحدي. شنو هو؟ هو انك تمشي في واحد الحاجه اللي هي جديده عليك وغريبه عليك وفيها واحد المخاطره، ما كيقولوا المخاطره يعني جانب مادي. عارفين الناس ديال لي بروجي دابا واخا كيدير ليتود مارشي عارف ديما عنده لو ريسك، مي خاصنا ناخذوا لو ريسك في لي بروجي ديالنا في بزاف ديال الامور ديالنا، لان هذاك لو ديفي وذاك التحدي هو اللي كيخلي الانسان يوصل في الصحه ديالنا في اي مشروع. لان اكبر مشروع اكبر راس ماله دايوغ هاد الدوره ديال مدينه الرباط هذا هو العنوان ديالها، صحتك راس مالك الابدي. الوغ انت عندك راس مال وعندك ثروه هي الصحة ديالك، ممكن تصاوب بها كل شيء. واخا يكون عندك كل شيء ما يمكنلكش تجيب الصحة، أما إلا عندك الصحة ممكن تجيب كل شيء. ونعطي نقطة أخيرة، ما تطلعوش خمسة درجات، طلعوا غير درجة بدرجة، واخا ما يبانلكمش السلوم كامل، ولكن درجة بدرجة الإنسان يطلع ومعه المعرفة والعلم والعمل هو اللي ممكن يوصل لا للصحة ولا المشاريع ولا الإنجاز. أي مشروع درتيه في بالك وفكرتي فيه 17 ثانية ممكن أنك تحققه. فغادي نقول للأخت زهور على غرار العديد من الامهات المغربيات، شكرا على هذه المجهودات اللي كديروا واستمروا، وحنا معاكم. اي واحد احتاج الجانب الاكاديمي في هذه المنتوجات فنحن رهن الاشاره. نعم نعم، وان شاء الله صراحه استاذ حلمي شرتي واحد المساله مهمه بزاف، انه ما تطلعوش خمسه درجات درجه. هادو هما الناس اللي كيكونوا طالعين على اساس بطبيعه الحال. وانا فقط لاله الزهراء ان شاء الله، لانه حنا محتاجين بزاف لهاد النساء هادو، فان شاء الله هذا وعد مني، ان شاء الله غنتواصل مع زميلتي سناء الكيناني وغنعطيها الرقم الهاتفي ديالك باش نصوروا معاك مجموعه ديال الفيديوهات ونحطوها ان شاء الله في موقع لاله مولاتي بوايما. قلتي انك تعملي الزميت على الطريقه البلديه، كتعملي ايضا البلبوله، قلتي بالشعير بمختلف الانواع، وكنتي كلمتي استاذ حلمي مشكور في الحلقه الماضيه. نعم. قلتي راه اليوم وللاسف ربما كاين في الجيل الجديد من الفتيات ومن النساء اللي ما كيعرفوش يفتلوا الكسكسو نهائيا، فربما لاله الزهراء هذه فرصه نصوروا معها هذه الطريقه ونحطوها ان شاء الله في موقع لاله مولاتي بوايما. تصور استاذ عفاف، انا جاتني واحد البنيته مع ماماها. نعم. في عمر ديالها 25 عام ما كتعرفش زريعه الكتان. يعني احنا ما بغيناش هاد الشباب هادو كي غيكون كلاها ودا ما كيعرفش اصلا زريعة الكتان. فانا والجميل في الاخت زهور انها متشبته، هادشي اللي بغيتها انا، بخليك متشبته في ذاك الاصاله، لان الاصاله صعيب مع هاد الحياه اللي كنعيشوا، ولكن حلوه الاصاله كتجي حلوه وكيجي واحد المنتوج. وانا كنقول لاي واحد كيمشي لهذا المجال، فالمغاربه راه عزيز عليهم هادشي، والدليل هو ان قلت لكم ذاك النهار يوم الجمعه كان تتويج المنتوج ديال الزميطه من اصل 10 المشاريع، وانا صراحه تسعود المشاريع كلهم عجبوني. حتى انا، وهذا الشيء اللي قلت انا النجاح، حتى الطلبه اللي كانوا معايا ما كانوش مامنين، صراحه ما كانوش مامنين ان المشروع ديالهم غيفوز. وانا كنت كنعطيهم واحد الشحنه، كنقول لهم غير زيدوا القدام، ربح المشروع ما ربحش، المهم ان الزميطه تبان السميه ديالها، اذا بها المفاجاه. وشكون اللي صوتوا؟ رجال ونساء ديال الاعمال. نعم.
هما اللي صوتوا على المنتوج. اذا به ان وكنشكر الاساتذه ديال المؤسسه ديال عبد الملك السعدي للجامعه ديال العرايش على المجهودات ديالهم اللي كانوا في هذا الاطار هذا، واذا به ان المنتوج يتوج وكان الفوز ديال الطاقه وفوز ديال النجاح وفوز ديال الثقافه المغربيه وفوز ديال المراه المغربيه، لان الام ديال احدى الطالبات هي اللي جمعت هذه الزميطه. فهذا الشيء اللي بغينا المغربي، ما عمركم تهبطوا يدكم، والامل ديما خليه مفتوح واكيد غادي توصلوا للمبتغى ديالكم. وهنيئا ليك استاذ الحليمي، وهنيئا للطلبه ايضا كنتمنى يكونوا في الاستماع، فهنيئا لهم التتويج ديالهم في المرتبه الاولى. نعم اكيد. ايه هنيئا لهم. نمشيو دائما نتواصلوا مع المستمعين الكرام، ناخذوا احمد على الخط معنا هذه المره من مدينه فاس. اهلا وسهلا بك احمد. احمد مرحبا بك، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا عساف وشكرا دكتور الحبيبي. العفو، مرحبا بك احمد. الله يبارك فيك. عندي غير استفساره، ما كاينش شي زعما شي مشكل، غير استفساره للدكتور. تفضل احمد مرحبا بك. عندي واحد الوليد تيشرب الماء بزاف، يشرب الماء بزاف. اييه. عادي يشوف الماء تيشرب، يشوف على طول النهار. اييه. تحط الماكله يبان له الماء، يشرب الماء يصبح في الماء. شحال في عمره؟ شحال في عمره؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين. نعم. وواحد الاستفساره الثانيه هي ثلاثة أربعة المرات تيدعوا يفطروا في الصباح البيض وجبة رئيسية، واش ما فيهاش شي ضرر؟ واخا كتكلم على البيض البلدي يا أحمد ياك؟ البيض البيض الشرقي كيكون البيض بلدي. البيض بلدي واخا. واخا أحمد، شكرا لك تواصلتي معنا من مدينة فاس. العفو، هذا واجب، شكرا لك. إذا أستاذ الحليمي، الكثير من الأمهات ومن الآباء بعض المرات كيشوفوا على أنه الوليد ولا البنيتة خصوصا في هذا السن اللي مازال صغير، إلا كان كيشرب الماء بزاف بالنسبة لهم راه مسألة غير عادية، راه غير طبيعية. نعم، هذه مسألة مهمة ويجب أننا ندقوا فيها. ألوغ مثلا أنا عايش وحدايا واحد الدريري، ياك؟ هاد الدريري هذا كنشوفو أنا كيشرب الماء بزاف. كاين جوج احتمالات، يا هو فريمون كيشرب الماء بزاف، يا انا ما كنشربش الماء بزاف وهو كيشرب الماء عادي كيبان لي بلي راه كيشرب بزاف. لان الحياه شنو هي؟ هي لانتربريتاسيون. مثلا جوج كيتفرجوا فيلم، كل واحد غيشرح لك الفيلم بطريقه حسب الفهم ديالو وحسب لانتربريتاسيون ديالو. بالنسبه لي انا لا 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 الاخ اللي سول على الطفل، الاخ هذا المشكل ديال شرب الماء، فاكيد الطفل، انا كنقول للناس الطفل ما يتشوفوه كيدير شي حاجه تفكروا الفطره ديالكم، ولا دار الطفل شي حاجه عرف بلي الطفل على صواب. العديد من الاطفال الان على صواب اكثر من الكبار، وما اكثر الخطائين في ملي كيوصلوا المرحله ديال الكبار. نعطي مثال بسيط، الطفل كيقول الحقيقه، مرة قالت شي حاجة مثلا وداك الهضرة ما بغاش توصلها شي واحد، وصل الدريري صغير قال لك راه ماما قالتها شنو شنو، واش هاد الطفل هذا كذب؟ ماشي كذب، قال الحقيقة. فالطفل كل مولود يولد على فطرة، والفطرة فيها قول الحق، والطفل كيقولها شي حاجة اسمها، ما نعاتبوش الطفل على هاد المسألة. فالطفل إلا كان كيشرب ما غاديش نقولوا بزاف، لأن بزاف ملي كنقولوا بزاف خاصنا نديروا الروبير، خاصنا نديروا المرجع. فبالنسبة لي أنا بزاف ما غنقولهاش، علاش؟ لأن يعني أكيد أن الأب ديالو ما كيشربش، داكشي علاش بان له باللي الطفل كيشرب بزاف. فبالنسبة لي أنا الطفل كله فطرة، في التصرفات ديالو، في الطفل كينوض كيبتسم، هكا خصنا حنا ابتسامة حيدناها. الطفل كيتعامل بعفوية، هكا خصنا نديرو حنا العفوية حيدناها. الطفل كياكل اللي بغى، هكا خصنا نديرو حنا هاد المسائل حيدناها. فاللي غادي نقول للناس انا، وهذا الشيء حنا كنديروه حتى في الدورات وفي لي روندوني، حاول تكون طفل واحد النهار من الايام في الحياه ديالك، كون طفل، عيش الطفوله ديالك، ابتسم، ضحك، بكي، خرج الطاقه السلبيه اللي عندك وسط الجسم ديالك. فالناس كيقول لك القلق، انا نعطيكم الوصفه ديال القلق، لكن ما احسن من وصفه الصبر. ولا بغيتي القلق يحيد فما يمكنلكش انت تحيدو، ولكن خليه يدوز من الجسم ديالك ويخرج. الجسم ديالك كتدخلو طاقة سلبية بهذه الحياة اللي كنعيشو، خليها تخرج بالطاقة. الطاقة باش عن طريق الكلام، عن طريق تفجير المواهب ديالنا في شي حاجة بغيناها، عن طريق إخراج الطاقة في واحد الهوايات ديالنا، عن طريق الضحك، عن طريق البكاء، خرجوا الطاقة اللي وسط منكم، خليوا هذا لو ستريس يدوز من الجسم ديالكم ويخرج. هذا الشيء اللي كنقولوا حنا للناس. فبالنسبة لي أنايا الطفل ماشي كيشرب بزاف، الأسرة ديالو اللي ما كتشربش، خليه الطفل على الفطرة. داكشي علاش كنقولوا حنا الناس كيقول لك
دخل الى الاسلام. هذا مصطلح غلط، كنقولوا رجع الى الاسلام، لان يعني الطفل لما يولد، اي كائن لما يولد يولد على فطره، والفطره هي فطره الاسلام. بالنسبه للبيض البلدي فكذلك الفطره ديال الانسان. الجميل هو ان ما كيفطر الانسان بالبيض البلدي الصباح، البيض البلدي نعمه من النعم. البيض البلدي فيه العديد من العناصر اللي هي عناصر اللي ربما كيحتاج الجسم، عناصر كبيره اللي كيحتاجها الجسم. والدليل هو ان فلوس من البيضه ممكن يعيش، كيخرج فلوس، اذا فيه كل العناصر اللي كيحتاجها. فبالنسبه للاطفال، ان موضوع كبير ديال البيض البلدي، ولكن فقط بالنسبه للاطفال، فيه ماده الليسيتين، وماده الليسيتين هي الماده اللي كتطول الدراري الصغار. فيه ماده واحد الحمض الاميني سميتو التيروزين، وهاد الحمض الاميني منو كيتصاوب الدوبامين والادرينالين والنوردرينالين. الطفل ملي كيبدا النهار ديالو ببيضه بلديه، اللي كنقول بيضه بلديه مقليه في مقله بدون زيت، تكون مقله ديال العديد من الانواع، ما كاينش مشكل، غير ما يكونش ديال ماده التيفلون تي اف او ا. الوغ تقلى في واحد المقله بدون زيت، اولا تحط في واحد الكاسرول، كاسرونه ونحلوا البيضه ونغليوا الماء، لان الالبومين كتكواغولا في 70 درجه الحراره، نغليوا الماء ونرميوا هذيك البيضه وعاد نصفيوها ونزلوها تبرد، نزيدوا لها زيت الزيتون، شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون. اولا بالنسبه للاطفال نديروا شويه ديال النخاله ونحطوا البيضه فوق النخاله ونديروا النخاله فوق البيضه. هذه الطرق ممكن يعطيوها للاطفال ياخذوها بصحه وراحه. غير الطفل بالنسبه له خصو بيضه في النهار، وقلت انا في الحلقه ديال البيض البلدي ديك الساعه نعاودوها ان شاء الله باذن الله، البيض البلدي ينقص الكوليسترول، عكس تماما المعلومات اللي كيسمعوا الناس. نعم، وعن تجربه صراحه استاذ الحليم، حيت الحمد لله مع المستمعين الكرام والاوفياء ديال ميد غاديو كنتقاسموا كنتشاركوا كل شيء، عن تجربه البيض البلدي مع النخاله، وان الطريقه اللي خديتها من عندك وسمعتها كانت في البرنامج كنا تكلمنا عليها وجربتها. نعم. فصراحه من اروع الطرق، ما عمري في حياتي ما كليت البيض البلدي لذيذ لهذيك الدرجه حتى درته وجربته مع النخاله. الحمد لله الحمد لله. غادي نمشيو نتواصلوا دائما مع المستمعين الكرام، هاد المره نمشيو في مكالمه ناخذ محمد معنا على الخط من العيون. اهلا وسهلا بك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف بخير هنين؟ الحمد لله محمد. غادي نسول استاذ الله يجزيك بخير، عندي العياء بزاف والتركيز والو، الا كاين شي فايده الله يجزيك. اي محمد، اول حاجه شحال في العمر ديالك؟ عندي 40. 40 سنه، ما كاينش شي امراض مزمنه اللي كتعاني منها؟ بحال داء السكري مثلا ولا؟ بحال داء السكري مثلا ولا شي مرض اللي كتعاني منه؟ لا، شي مرض عضوي ما كاين، نفسي كاين، اما العضوي ما كاين. عندك مشكل نفسي كتاخذ شي متبع؟ متبع مع الاخصائي؟ متبع، ولكن النتيجه والو صحه هذه، من نهار ما كنعسش والتركيز والو، تذكر الحاجه باش نتذكر شي حاجه ولا شي ما نتذكرهاش اذا فاتت. واسمح لي محمد، شنو قال لك الاخصائي النفسي؟ شنو عندك، اكتئاب ولا شنو؟ شنو عندك بالضبط الحاله ديالك شنو هي؟ يقول لي اكتئاب، شي كيقول لي قلق، اخر مره قال لي عندك وسواس قهري و المهم العيان ما نقدش ندير شي حاجه، عيان مهزوم ما فهمتش شنو هو. نعم، واخا محمد عاود لينا شويه، احكي لنا على النهار ديالك كيفاش كدوزو، شنو كتقدر دير شنو ما كتقدرش دير؟ كنت في العمل، كنت كنبيع ونشري، ولكن بسبب ما بقيتش كنركز، بقيت هربت من العمل، هربت من يعني ما بقيتش كنعرف الرجاء الصرف الانسان. اي كنت كدير التجاره، كنت كدير التجاره. تخربقني داك الشيء. ايه. هربت من الخدمه، هربت من البيع والشراء. نعم، ودابا حاليا شنو، كيفاش كدوز النهار ديالك؟ شنو كتبقى غير في الدار؟ كنتحرك داير واحد العمل خفيف، ولكن يعني كتحرك مرة مرة. ها؟ كتحرك مرة مرة. من طبيعة الحال ظروف الحياة ما تخليك بعد غير طبيعة الحال، ولكن مرغم وصافي وضغط عليا داك الشيء. إيه واخا التركيز والو، دابا كتعرف تهضر معايا الإنسان ما كنستوعب منه والو، ما قليل فات معايا جوج جمعة وصافي راه كيعيا راسي ما كان. واش انت اللي ما كتركزش يعني، ولا الرغبه اللي ما كتكونش يا محمد، ولا انت اللي ما بغيش تسمع؟ لا، القدره على التركيز، القدره ما كايناش. هيا نفسي وبدني وكل شيء. نعم. ما خصك انت اللي ما كاينعش، راه مدة 4 سنين هذه النعاس والو ما كاينعش. نعم. واخا. الضغوطات هي جايه من الطفوله من الصغر، ولكن هذه القضيه ديال التركيز مشات ليا مؤخرا، ما بقيتش. نعم. بقيت كنتذكر الحاجه، الا حطيت الحاجه صلاح البيم، الا ما لا حطيتها في شي بلاصه ولا شي صافي مشات لي، ما بقيتش نتذكرها ابدا، ما هذه الا جات تلقائيا ولا. واخا. واخا محمد، نجاوب على السؤال ديالك ان شاء الله. شكرا لك محمد، تواصلتي معنا من العيون، شكرا لك. بما انه هو قال ما عندوش القدره وصل الحليم، فما قدرتش مازال نزيد نسولو اسئله اخرى. لا. نهائيا، لانه واضح واضح. لا. حتى الا بغينا نقولوا النفس ديالو قصير بزاف محمد، يعني ربما هو... الاسئله ما يقدرش يتحمل منك سؤال ولا زوج صافي. تمام. هو استاذ عفاف،
من الطرق الان اللي يجب استعمالها، ودي شخصيا انا كنستعملها مع الناس اللي كيزوروني، ما نقولش المرضى، الناس اللي كيزوروني، هو كتخلي الانسان يهضر ياك وكتعبر الكلمات الحموله ديال الكلمات ديالو. اييه دابا الا شفنا الاخ محمد شنو قال، قال عيان، قال هربت، اييه وقال مهموم، نعم وقال مرغم، نعم قال والو، يعني علاش انا نشوفوا الحموله ديال هاد الكلمات هادو غنلقاو المشكل باللي في الاخ محمد ماشي في شي حاجه اخرى. لان الاخ محمد ربما عنده واحد الفهم ديال الحياه اللي هو فهم غلط، ما كاينش هذيك الشحنه، ما كاينش. انا اللي غادي نقول انا الاخ محمد شنو غايدير، دابا كاين العطل غادي يمشي للباديه، الله يعطيكم الخير، مفعول الباديه ولا دابا من المفعول القوي في الصحه ديال الانسان. يسمى بمفعول الباديه، هذا علم ان شاء الله اذا كانت فرصه نهضروا عليه في حلقات في الموسم المقبل ان شاء الله. هذا المفعول ديال الباديه هو مفعول كيذكرك بالفطره ديالك. غتمشي للباديه غتبقى تفيق بكري، تبقى تاكل مزيان، تبقى تتحرك مزيان، تشحن بطاقه ايجابيه. فهذه الطاقه هذه المدينه الان الحضاره هي بلاصه كتشفط منا الطاقه، كتحيد منا الطاقه. فالاخ محمد دخل في واحد الدوامه ممكن يخرج منها، ولكن ما غادي يخرجوا مختص، ما غادي يخرجوا حتى شي واحد، هو اللي غادي يخرجوا. الحمد لله انه ما عندوش مشكل عضوي، فالمشكل فيه هو اللي غادي نقول له هو انه يجب انه يكثر من الدعاء ويكثر من قراءه القران الكريم، ويبعد على هذه الحضاره، يبعد منه الهاتف. الهاتف زيدنا 25% ديال القلق اللي كنعيشوا في اليوم ديالنا، 25%، واللي يشد التليفون ويحيدو ويبعد 24 ساعه ويلقى راسو باللي خاصو يمشي يعرف راسو باللي عنده ادمان، هادشي كامل غيكون في الموسم المقبل ان شاء الله، غادي نهضروا على هذه المسائل كلها ان شاء الله. الحضاره دخلنا في متاهه، اذا اللي غادي نقول للناس انا غتخيل راسك في 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 في, في 2000 ولا 1995 وتمشي لواحد، دابا شوف النمط اللي ولاونا كيعيشوا الناس، دابا كيولاو كيديروا دي فيلاج اللي فيهم واحد نمط العيش قديم، وهذا كيعطي مفعول رائع للصحه ديال والجانب النفسي ديال الكائن البشري. حنا هادشي اللي كنحاولوا نديروا في الدورات، اننا والناس كيعرفوا ان في الدورات راه كنحيدوا الهواتف، كنحيدوا كل شيء، باش هكا نبقاو في واحد النمط، حتى اننا كنبقاو ابيي نو، كنبقاو برجلين، كنحيدوا الصنادل، نحيدوا الصبابط، نحيدوا كل شيء، باش نحاولوا نخرجوا قدر الامكان الطاقه السلبيه من الجسم ديالنا. فاللي غادي نقول الاخ محمد يجب ان يكثر من الدعاء، يجب ان يكثر من قراءه القران. الوسواس القهري يجي مع عدم الاطمئنان. أي وحدة في القرآن كتداوي جميع أمراض الاكتئاب، ما تسناش شي واحد ليس بمسلم يجيب لك الحل من القرآن الكريم. هادشي اللي بغيت نقول أنا للناس، حتى الإخوان المختصين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان ما عارفش باللي، استسمح لهذا المصطلح نديرو بين قوسين، جميع المخدرات اللي الإنسان كيبغي ياخذها الجسم ديالنا كيفرزها بشكل طبيعي. علاش كنقولوا لا دوز؟ شنو هي الدوز؟ إلا خدينا الحروف ديال الدوز، أول حرف هو الدي، الدوبامين. ثاني حرف هو الأو، لوسيتوسين. ثالث حرف هو الإس، سيروتونين. رابع حرف هو الأو، لوندورفين. أنت كتقلب على لا دوز، ما تمشيش تخرب المجتمع ديالك، وتخرب الجسم ديالك، وتخرب الأسرة ديالك، وتخرب المستقبل ديالك، وتولي عالة على المجتمع من اجل انك تمشي تريح راسك بواحد المخدر، نوع المخدرات. بغيتي الجسم ديالك يتمتع، ممكن تاخذ نفس الطاقه اللي كتحس بها وهي ايجابيه ماشي سلبيه من الجسم ديالك. مثلا صدقتي على شي واحد، هرمون لوسيتوسين. نطي في الصباح بكري، هرمون الدوبامين. احنا نجمعوا هاد لادوز، بغيتي تاخذ لادوز الوغ دي او اس او، الدوبامين، اللوسيتوسين، السيروتونين، لوندورفين، نعطيو حنا في نمط العيش. فقتي بكري، الدوبامين. عندك حيوانات كتعامل معاهم، شجرات كتسقيهم، والديك كتمشي عندهم، اسره ديالك كتهضر معاها بابتسامه، عندك هرمون اللوسيتوسين. هرمون السيروتونين، هرمون السيروتونين هو هرمون الاجتماع. هرمون الاجتماع، الوغ كتشوف الناس، كتشوف المجتمع، خرجتي الوغ ها هو عندك الهرمون. لوندورفين،
هرمون الاندورفين هو هرمون من الهرمونات ديال الحركه، مارس الرياضه. الا نوتي الصباح شي هاد لا دوز دي او اس او تاخذهم فقط في الفتره الصباحيه، فكتاخذها وكتحس بالراحه وكتمشي كلك طاقه. كاين اللي كيفيق حتى العشرة، اللي كيفيق حتى العشرة فجسمه مريض وما كتستافدش من الهرمونات والجسم ديالك. لذلك في الصباح الباكر بركه، والله سبحانه وتعالى لم يقسم عبثا انه عظيم لا يقسم الا بالعظيم. والفجر وليالي عشر، اللي غادي نقول اخ محمد فق بكري، خرج شم الهواء يكون هواء نقي، والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، كن وجبه جيده في الصباح، كن انسان ايجابي، كن واحد الشجره المثمره، اقرا القران الكريم والدعاء. كنقسمهم بالله ما كاينش وصفه من غير هذه الوصفه ديال الناس اللي عندهم الاكتئاب، كتعطي واحد النتائج رائعه وجميله جدا. نعم دائما تواصلنا معكم مستمعينا الكرام، نستقبلوا هذه المره من بعد محمد من العيون. احمد معنا من مدينه الدار البيضاء، مرحبا بك احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اخ، حياك الله استاذ الحليمي. اهلا وسهلا. انا الثانيه في المرات وانا كنتصل بكم. اهلا وسهلا. باش بغيت التليفون ديال الاستاذ الحليمي، لان انا عندي السيده ديالي عامله العمليه ديال النخاع العظمي، ما يسمى بلاكريس، وبغيت الاستشاره ديال الاستاذ الحليمي. الله يخليك. مرحبا، انا تاخذ الهاتف ديالي ان شاء الله باذن الله. نعم؟ غترجع للستوندار يعطيوك الهاتف ديالي. بارك الله فيك استاذ، جوج المرات انتم كتردوني ما كيعطيوهاش لي. الله يجازيك بخير استاذ الحليمي، الله يكثر خيرك. لا ضروري استاذ، لا ضروري احمد، غير رجع دابا، رجع للستوندار وتما غادي تاخذ الرقم الهاتفي اللي هو خاص استاذ الحليمي، وغنطلب من سعيده باش تاخذ لي حتى الرقم ديال احمد. هكذا ان شاء الله وعد مني، انا من بعد نهايه الحلقه غنتصل بك شخصيا ونعرفك واش خديتي الرقم ولا ما خديتيش. شكرا لك احمد تواصلتي معنا. نمشيو هذه المره في مكالمه اخرى، نستقبلوا فاطمه على الخط معنا من اسفي. اهلا وسهلا بك فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفاش بنتي؟ الحمد لله فاطمه. استاذنا الكريم الله ينوركم يا رب. الجنه ان شاء الله تكون متواكم، ثم الجنه الجنه ثم منورين بنتي وخويا خويا وحبيبي، كنحبكم بزاف بنتي. شكرا لك لاله فاطمه، شكرا لك. الله يرضى عليك بنتي. بنتي انا بغيت نسول استاذنا الكريم. ايه. انا الزوج ديالي كان عنده كانسير في المعده. ايه. غروس تومور. هادشي في 2014. اييه. وداروا لي استئصال المعده كلها، ابوريسيون توتال. واخا. ديال المعده بنتي، ياك؟ وبقات تما في الكلينيك واحد 8 ايام، ومن بعد شهر عاود داروا ليه، دار لي سيونس ديال الشيميو ديالو، دار 6 لي سيونس، ثلاثة ومن بعد ثلاثة. ومن بعد هاد التحاليل تيقولوا ما بقى لا كونسير لا والو. لا. بغيت نسول الأستاذ الكريم، أنا قدامي قلبت في الانترنيت وجبت اش خصو ياكل. اييه. ونتبع عليه كل شيء. نتبع عليه في الاول كنت كنعطيه دي غوبا ليكيد شويه جارين. ودابا عاد كياكل كل شيء. اييه. بغيت نسول الدكتور حليمي ان ان الوزن ديالو ما كيتزاد، وحتى الاستاذ اللي مشرف عليه اللي كيشوفنا، حيت عندنا دابا دي كونترول مره دابا عندنا كل عام عندنا كونترول، كيقول لك علاش ما تزادش الوزن؟ هو ما بقى عنده لا كونسير لا حتى شي حاجه. وما عنده لا مرض لا حتى شي حاجه الحمد لله. وكنخرج دابا انا لقيت اني كنجمع في حوايجي غادي للباديه، انا الدويره في العروبيه والحمد لله كل شيء كنطيب بيو، كان عندي البقره عندي داك الشيء، تيقول الدكتور حليمي كله كاين. تبارك الله عليك. لاله فاطمه، سولك استاذ الحليمي على الزوج ديالك، شحال الوزن ديالو وشحال الطول؟ 45. 45 كيلو. اييه. شحال طاح؟ هو طويل، هو فيه شي 1.80 متر. هو طويل ولكن الحمد لله كنصوب، كيصوب لي الطوموبيل كنمشي من هنا لتطوان، كنشوف زعما الحمد لله. تما في العروبيه عندنا واحد الارض ديال الزيتون شويه كبيره. أيه. كيضل خدام فيها. تبارك الله. أيه. لا الحمد لله. ودابا نيت دير واحد المشروع ديال الغنم. زعما الحمد لله دابا انا غادي دابا للباديه باش نصوب لا كولتور بيو. دخلت الانترنت وشفت كل شيء، راه قول الاستاذ قول لي راه بديت كنصوب في الكومبوست. لا لا ناتشورال. قول لي راني كنحاول، انا استاذي ديال الفرنسيه ديال سيك تاني كنت. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك فاطمه. الله يجزاك. بغيت نقول لحليمي الدكتور لحليمي اش ياكل؟ بغيت يعطيني اش ياكل؟ واش اللحم ياكلوا؟ واش المرقه؟ المرقه بالزيت البلديه، كنطيب بالزيت البلديه نهائيا. الحاجه اللي حيتها وهي ما بقيتش درت الخميره بلديه، خسرت اليوم ما كنتش في الدار، ما بقيتش درت الخميره بلديه. في الاول كانت كتصدق لك فاطمه. كتصدق ليا. أيه. كتصدق ليا، كنصوبها عاديه، كان كيما كان قال لنا الدكتور. أيه. كندير القمح العادي.
كومبلي كامل وكنجمع داكشي وكندير فيها اما تمره اما ثومه اما كنغطيها في الطين كنغطيها في داك ديال الطين 24 ساعه ملي كيكون الحصان كتكون موجوده. اييه واخا فاطمه سولك استاذ الحليمي تقريبا شحال هذه المده باش الحمد لله تم الشفاء ديال الزوج ديالك شحال دابا المده؟ في 4/7/2014 دار العمليه. اييه ما كانتش تفوت 2014 قال لي ما بقى عنده لا كونسيم اللي كيديروا لي زاناليز ولا لي غام ولي سكانير ما عنده والو الحمد لله. الحمد لله شويه كنبقاوه عنده واحد انتي كالكول في المراره ولكن مشى حيد خدينا الدواء وتبعنا داك الشيء عند الاستاذ زعما اللي مكلف بهذا الشيء الحمد لله دابا ما بقى عنده والو الحمد لله. نعم جيد واخا شكرا لك فاطمه بزاف تواصلتي معنا في الحلقه ديال اليوم. ما تقولوش ليا ما قلتوش ليا اش ياكل ابنتي. واخا حنا غنجاوبوك على الله ينورك بنتي حنا غنجاوبوك غير خليك معنا في الاستماع. العفو هذا واجب. شكرا لك فاطمه كنتي معنا من اسفي. تفضل استاذ الحليمي. نعم هو اولا بالنسبه للناس ديال اسفي كنوعدهم ان شاء الله وفي البرمجه ديال الجوله المقبله غتكون عندنا زياره لمدينه اسفي ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للسرطان كونسير اذا شديتوا الكلمه ديال كونسير كتلقاو فيها واحد ثلاثة الحروف بالفرنسية يو كان يعني أنت قادر على شنو؟ على أنك توصل للشفاء. نعم أسيدي. فالمثال ديال الأخت هو مثال حي غير هو الناس اللي عندهم سرطانات كيبقاو شي شوية فيما يخص التغذية، التغذية بوحدها يجب أننا نغذيو الجسد والروح. الزوج ديال الأخت هو غدى الروح ديالو. باش غدى الروح ديالو؟ غدى الروح ديالو بداك الاشجار اللي ولا كيزرع، غدى الروح ديالو بداك الارض اللي ولا كيحرثها، غدى الروح ديالو بداك الباديه اللي مشى لها. هذه بالنسبه لنا حنايا غذاء ديال الانسان راه ما كيتغداش غير بالماكله، راه كيتغدى واخا تاكل اللي كليتي. الا ما كانش عندك غذاء نقي ديال الروح لذلك فاحنا انسان ديال المجتمع. المساله الثانيه قالت واش اللحم ياخذها وهاد المسائل هذه؟ الناس اللي عندهم سرطان الله يعطيكم الخير فاللحم ردوا منها البال، كل انواع اللحوم فقط الاسماك استثناء ردوا منها البال. علاش؟ لان فيها لي بولي امين، ولي بولي امين هذا الشيء لا كانت لحم عادي طبيعي طري، يعني كنهضر على اللحم الطبيعي فما بالك داك الشيء الاخر. الوغ فيهم لي بولي امين، زائد ان اللحوم المصنعه فيها لي نيتروزامين يعني حمض النيتريك زائد الامينات يتسموا لي نيتروزامين. الوغ المواد المصنعه فيها لي نيتروزامين زائد المواد اللحم العادي فيه لي بولي امين. فاللحم ليس بغذاء يومي ولا غذاء اسبوعي. الناس اللي عندهم سرطان باش تقيو شر السرطان النصيحه اللي كنعطيه يكون نظام نباتي ماشي 100%. ما كاينش نظام نباتي في القران الكريم، لا ريجيم فيجيتاريان ولا ريجيم فيجيتاليان، هاد لي ريجيم بجوج ما كاينينش، كاين التوازن الغذائي. فيكون نظام نباتي زائد بيض بلدي زائد دجاج بلدي واحد المره لجوج مرات في الاسبوع، اسماك اذا كانت يوميا ما تكونش مقليه، الباقي الخبز. وقالت له خبز الاخت ما كديرش خبز الخميره البلديه، فبالنسبه لي انا هذا خطا فادح. نعطي مثال، مهما صوبتي الطاجين قديتيه ودرتي العطريه ودرتي الخضره ودرتي كل شيء، الا كثرتي من الملحه خسر لك الطاجين. هكا عاوتاني كنبقاو نصوبوا في النمط الغذائي ديالنا كنديروا حاجه وحده تخسرنا داك الشيء كامل. فالناس اللي ما كيديروش الخبز بالخميره البلديه فهذا خطا فادح. الناس كيقولوا كيفاش كتخسر لي الخميره البلديه؟ كيفاش كنصوب؟ انا كنقولها للناس وهذا الشيء قلنا لهم هذه شحال وعدناهم، حنا كنفيو بالوعد ديالنا. نهار 6 في الشهر ان شاء الله في مدينه نواحي مدينه الرباط، والدوره غتكون في مكان رائع جدا، غتكون في الضيعه، ضيعه معروفه الناس كيعرفوها. دخلوا للانترنت، دخلوا للموقع محمد احليمي غتلقاو الهاتف، جيو خذوا الخميره البلديه وتشوفوا الحيثيات ديالها. معنا ناس اللي مكونين في هذا المجال هذا، واللي كوناهم في هذا المجال اللي غادي يهضروا على الخميره البلديه ويعلموا الناس كيفاش يصوبوها ويصوبوها حداهم وياكلوا الخبز ديالها ويديهم معاهم الخميره البلديه. فكما كنقولوا هذا الشيء هذا جهدنا عليكم باش هكايا الانسان نتعلموا هذه المسائل هذه، لان كاين بعض الناس واخا درنا هذا الشيء هذايا مازال كيقول لك كيفاش كنصوب الخميره البلديه الخبز كتجيني قاصحه وهذه المسائل هذه. فاحنا انتقلنا لهذا المستوى هذا باش على الله وعسى الانسان ما يبقاش عنده العذر كما قلتي استاذ عفاف حلقات ماضيه. بغينا ما نخليوش الناس العذر انهم يمشيوا الاشياء اللي هي لا تحمد عقباها. فالخميره البلديه ضروري عند مريض السرطان،
لان كياكل الخبز، والخبز ملي كتكونش بالخميره البلديه كتكون فيها الكونديدوز، كيكون فيها بكتيريات على مستوى الجسم ديالنا اللي كتكون بكتيريات ضاره اللي كتسمى غرام نيجاتيف. مي كتموت كتعطي ال بي اس ليبوبولي ساكاريد، والليبوبولي ساكاريد كضر الانسان العادي، فما بالك واحد عنده سرطان. فالتغذيه الطبيعيه، المبادئ اللي كنهضروا عليها ديما، السكر، الناس اللي عندهم سرطان، السكر ولا الحلويات يجب انها تكون قلم احمر وتكون كروه، لا السكر ولا الحلويات. علاش؟ لان يعني الخليه السرطانيه الغذاء ديالها هي ما كتبعش واحد لافوا اللي معروف لا ريسبيراسيون سيلولير، كتمشي لواحد لافوا كتسمى لافوا لاكتي، كتكون حمض اللاكتيك وكتعتمد على السكر. فانت ملي كتاخذ السكر والحلويات فكتغذي الخليه السرطانيه. فهاد المسائل هذه كلها اشياء بسيطه ولكن قويه، واخا؟ نعم. الا سمحتي استاذ الحليمي غادي نمشيو لواحد السؤال اللي كنا توصلنا به، وصراحه هو كان تكرار ديال هذا السؤال. نعم. توصلت به من عند الكثير من المستمعين الكرام، وكنتكلموا على الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، كنعرفوا على انه هذه هي الفرصه بطبيعه الحال، العطله اللي كتجمعهم مع الاسر ومع العائلات ديالهم، وكتكون واحد العاده عند بزاف ديال الناس قبل ما كيرجعوا لديار المهجر، ضروري ما كياخذوا معاهم مكونات مهمه اللي ربما ما كتكونش متواجده تما، ولا ربما الثمن ديالها تما كيكون غالي، فكيفضلوا انهم ياخذوها من البلاد. فكانوا سولوا على العطريه وسولوا على القطنيه، كنتكلموا على الناس اللي كيجيو ياخذوها من المغرب وكتبقى عندهم العام كامل حتى الصيف الماجي، فكيفاش ممكن يحافظوا عليها العطريه والقطنيه؟ جيد. اولا كنحيي الجاليه المغربيه، هذه المساله هذه كنت عشتها انا، لان كان عندي تاثير ديال واحد الفوج اللي كانوا فيه العديد من الجنسيات في العالم، كانوا جاوا المغرب باش كنوريهم المغرب. وكنا بالضبط مشينا لدواحي مدينه شفشاون، مشينا لمدينه شفشاون، مشينا لاقشور، مشينا العديد من المدن المغربيه. هنا هذا هو، هذا هو المغرب. المغرب كيجي السائح باش انه يشوف المغرب، يشوف التاريخ ديالو، يشوف الجغرافيا ديالو، يشوف الثقافه الغذائيه. والمغربي خصو يكون عنده درايه بهذا الشيء كامل هذا، الوغ كيبغيو يديو معاهم هذه المسائل هذه. كنقول لهم انايا خذوا من المغرب هذه الاشياء هذه. القطنيه، مين يشتريوا القطنيه الله يعطيكم الخير، كنديروها في الزجاج، في الاواني ديال الزجاج. ونديوها ممكن دوزنا مده طويله، غير الناس راه كيعرفوا هذه المسائل. القطنيه كنزيدوا معاها واحد الحبيبات ديال الملحه الحيه. اييه. الناس كيعرفوا ان العدس اللوبيا باش ما تخسرش وباش ما تهدي، كنزيدوا لها معاها واحد الحبيبات ديال الملحه الحيه. بالنسبه للعطريه، المساله الوحيده اللي خاصها تكون هي انها مين تطحن تكون واقف عليها وتطحنها بيدك وتعرف شنو كاين تمايا، زائد انها مين دار في اواني ديال الزجاج باش تحافظ على ذاك الزيوت الطياره ديالها، وباش ما تدخلهاش الرطوبه. لان شنو المشكل ديال العطريه؟ هو المساله ديال الرطوبه. كنبقاو شنو خاصنا نديرو؟ نديرو مثلا الابزار، كنديرو لو ستوك ديال الابزار في واحد الانيه ديال الزجاج كبيره، اللي غنستعمل نجبد غير شويه والاخرى نسدها. اما اذا كانت الكميه حل سد حل سد، فكاين بعض المناطق في اوروبا معروفه بالرطوبه، معروفه ما كتكونش، كتكون الرطوبه عاليه، فكيوقع مشكل وكتخسر هذه العطريه هذه. فممكن نديو كميات كبيره ديال العطريه في الاواني ديال الزجاج، وممكن نديو كميات كبيره ديال القطاني في الاواني ديال الزجاج. وكنقول لهم انايا استمتعوا بالمغرب واستمتعوا بالمواد ديال المغرب، وكنتمنوا ان شاء الله انهم يدوزوا عطله جيده لهما للمغاربه ان شاء الله، وعطله سعيده ان شاء الله بالسلامه. وكنقول للناس الله يعطيكم الخير، الله يعطي ثلاثه الحوايج حذرت منها وباقي كنحذر منها، عيب شويه عليكم في الطرقات، لان مشاكل كيوقعوا في الطرقات. المسألة الثانية، ردوا البال من الأكل خارج المنزل، بعض المرات كتوقع حالات ديال التسمم. نعم. المسألة الثالثة، ملي تمشيو للبحر ردوا وليداتكم، لأن كاين للأسف حالات ديال الغرق. ما بغيناش هذا الشيء. والإنسان العطلة الصيفية كترجع مأساة للأسف. أكيد. يعني كنتخيلوا ديك الأسرة لما وليد ولا بنتها كيغرق، الحالة ديالهم كيفاش كتكون. أكيد. نعم. فكنتمناو السلامة إن شاء الله والصحة دائما للجميع، وألف شكر لك أستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، ومرة أخرى هنيئا لك أستاذ الحليمي، وألف مبروك التتويج ديالكم بالمرتبة الأولى، وأيضا للطلبه ديالك اللي كنتي شرفتي على البحث ديالهم. شكرا لك. شكرا جزيلا استاذ عفاف. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وكنقول لكم على انه هذا غادي يكون اسبوع الحلقات المفتوحه. كنقول باش ما ننساش، بالنسبه لاحمد اللي تواصل معنا من مدينه الدار البيضاء وقال على انه كان بغى يتواصل يعني ماشي على الهواء مباشره، وانما تحت الهواء مع الاستاذ محمد الحليمي، ربما اسئله بخصوص الزوجه ديالو اللي عندها مشاكل على مستوى النخاع العظمي. للاسف كنقطع معك الاتصال احمد، الا قدرتي انك ترجع تواصل معنا وتتصل بنا ان شاء الله، غادي تاخذ الرقم الهاتفي اللي انت طلبتيه، احنا دائما رهن الاشاره. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وان شاء الله بقيت اوقات طيبه وممتعه قضيوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء.